جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دخل المصلي والإمام راكع، هل يسرع أم يسير على مهل؟ وهل لو كانت الركعة الأخيرة هل لها الحكم نفسه؟ وما موقف الإمام إذا سمع مصلين يحاولون إدراك الركعة معه، هل ينتظر أم يرفع؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقل. ولما دخل أبو بكرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم راكع، ركع دون الصف ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الذي فعل ذلك، فتبين له أنه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن أن يعود لمثل هذا الفعل، بل يمشي إلى أن يصل إلى الصف، فإن أمكن الركوع اعتد به، وإن فاته الركوع فإنه يقضي تلك الركعة والحمد لله، وله الأجر والثواب إن شاء الله. أما العجلة والسرعة فإنها تشوش عليه وتشوش على المصلين أيضا. موقف الإمام يحفظكم الله، كما يسأل هذا المستمع، من أولئك الذين يسمعون وهم يركضون محاولة لإدراك الإمام وهو في الركوع، هل يزيد في التسبيحات حتى يمكنهم من إدراك الركعة أم ينتظر قليلا؟ نعم، ينبغي للإمام أن ينتظر الداخل ما لم يشق على المأمومين، ينبغي له أن ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر في ركوعه إذا سمع من يمشي حتى لا يسمع وقع قدم عليه الصلاة والسلام. فالانتظار مطلوب إلا إذا شق على المأمومين، وعلى الإمام كذلك أن يناصح المأمومين ويبين لهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، يبين لهم وينهاهم عن السرعة وعن العدو.